شارك في هذا الملتقى هي ملتقى الثقافات الشعوب الدولي الثاني للرسم والمقام في مدينة سالونيك في اليونان بإدارة المنظم المهرجان زيرفاس للفنون التشكيلية والفترة 7 أيام. رسمت لوحتين هذه والثانية، استلهمت الفكرة من الموروث الفلكلوري العراقي الإسلامي بصورة عامة. وهذا الملتقى فيها فنانون من مختلف الدول العالم والدول العربية من مصر ولبنان والجزائر وتركيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وبيرو وصربيا وألبانيا السعودية ومن دول أخرى. وكانت هذه فرصة جميلة جدا أن ألتقي مع هذه الفنانين الذين شاركوا في هذا المهرجان والذي شاركوا من مختلف المدارس الفنية وتعكس ثقافة شعوبهم والتي ظهرت انعكاساتها على لوحاتهم الرائعة. وبالنهاية نشكر القناة الإخبارية التشكيلية.